في رحاب مدينة رسول الله يشرق فجر جديد، نرسم أفقاً متميزاً يرتقي بخدمات ضيوف الرحمن في ثاني وجهات المسلمين حول العالم، ويعزز تجربة سكان وزوار المدينة المنورة، ويثري مكانتها كوجهة إسلامية وثقافية عصرية. مشروع رؤى المدينة رؤى طموحة تتشكل اليوم في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف، لتهيئة منظومة ضيافة متكاملة تجسد اعتزازنا بخدمة رواد المسجد النبوي الشريف. نسعى من خلالها لرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية والنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم، استناداً للتخطيط الحضري المستدام والبنى التحتية المتقدمة وأحدث وسائل المواصلات وأفضل الخدمات التي ترقى لروحانية وقدسية المكان، وتحيي عبق التراث الثقافي والمعماري لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.